مساء الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين. أنا عائشة نصار ودي حلقة جديدة من حلقاتنا الرمضانية اللي بنقدم فيها قراءة موازية وتحليل لحلقات مسلسل الحشاشين. عندما تشهد الدول مراحل الضعف السياسي ويحدث فيها الصراع على السلطة وتضعف المؤسسات الأمنية والعسكرية، تتوحش جماعات الإرهاب وتدب فيها الروح وتنتهز الفرصة في غياب القوة الرادعة عليها، فيقوى نشاطها ويترعرع نفوذها ويزداد خطرها بما يهدد مصير الدولة، بل وربما تعصف بهذا المصير إلى الأبد زي ما شفنا كده في عدة دول في المنطقة سيطرت عليها تنظيمات الإرهاب خلال السنوات اللي فاتت. وهنا بقى بتيجي أهمية واحد من أهم وأخطر مشاهد مسلسل الحشاشين، واللي بيظهر فيها استثمار حسن الصباح وطائفة الحشاشين الباطنية الإرهابية للحظة بالغة الخطورة في مسار الدولة السلجوقية، والأجواء الفتنة والضعف وفراغ السلطة نتيجة الصراع على الحكم والعرش بين أبناء السلطان ملك شاه بعد مقتله. من إلهامات سيدي نزار عليه السلام إنه قال لي إن وقت خلاف أولاد ملك شاه على الحكم هو أزهى وقت لينا ولدعوتنا. ما عادش الزمن زمن التخفي والدعوة في السر. أصفهان أصبحت عاصمة بلا سلطان. وفي السياق ده كله اعتبر حسن الصباح ان اللحظه دي هي فرصته للظهور واستغلال الفراغ الامني وحاله الضعف والتفتت اللي بتشهدها مؤسسات الدوله لامتلاك الارض والسيطره الكامله على الناس واخضاع معادله القوى والنفوذ الداخلي لارادته، تمهيدا بعد ذلك للقفز على السلطه. وهنا وبالتالي بعد فترات طويله من الخوف تجرأ الصباح بفضل الوضع الجديد داخل الدوله السلجوقيه، وقرر تغيير استراتيجيه الجماعه الباطنيه اللي اعتمدت على مدار سنوات سلاح التقيه الدينيه والسياسيه والدعوه السريه في الخفاء، واتخذ قرار بإظهار الدعوة العلنية وأصدر أوامره للعناصر التابعة ليه بالظهور بين الجماهير وإفشاء الدعوة بلا خوف. وقت خلاف أولاد ملك شادي فرصة من ذهب، فرصة هتخلي الناس في خدمة الغول المارد القوي اللي ظهر في أصفهان، تمهيد للقيامة. قيامة؟ قيامة المؤمنين واسترداد عرش الحكم والخلافة، وساعتها يبقى الزمن دار دورته وقامت القيامة وترفع الشرع، وصار أسياد سيدي مولاي الإمام هم أسياد الأرض كما قال لي بصوته الشريف المقدس: وإعلم يا ابني حسن إنك صاحب مفتاح الجنة ورجل القيامة الذي ترفع به الشرائع ويقام العدل ويظهر الإمام المهدي المنتظر فيك. فيك؟ ولله الحمد. لا يمكن طبعا وحضرتك بتتفرج على المشهد ده ما تستدعيش وتتذكر ما قام به الإخوان لحظة 25 يناير 2011 وما بعدها، وتفتكر إزاي كان استغلالهم لحالة الفوضى والفتنة السياسية للظهور مجددا وبقوة في الشارع والتنازل عن شعار التقية السياسية والعمل السري والمهادنة زي ما عمل الباطنين كده بالظبط. واتخذت الجماعة في اللحظة دي قرارها المركزي للظهور ككيان منظم يمتلك الشارع ويتحكم في ميدان التحرير ويختطف المشهد بالكامل لحساب، وده تمهيدا لتوحشه بعد ذلك سياسيا وميدانيا من هذه اللحظة ووصولا للسيناريوهات الدموية بعد كده في 2013. وعشان كده وزي ما شفنا كلنا وفي ظل أجواء 25 يناير دي وفي ظل الخطر اللي كانت بتواجهه الدولة المصرية، كان لازم وفقا للمخططات الإخوان وحلفائهم من التنظيمات الإرهابية وعلى نفس النهج حسن الصباح كده أنه تزداد الفوضى وأعمال التخريب العام والسلب والنهب وانتشار الجريمة إلى أقصى درجة، وده لانعدام أي فرص بعد كده في صمود النظام القائم أو وجود أي احتمال لمؤسسات الدولة الأمنية في التماسك، ويتم اقتحام السجون والهجوم على أقسام الشرطة وتحرير العناصر الإجرامية وتزداد حالة الرعب بين المصريين. وفي الوقت اللي بيتم فيه تهريب العناصر الإرهابية الخطرة من السجون يعود بالتوازي للظهور مجددا أعضاء الجماعة الإرهابية الأخرى من حلفاء الإخوان زي الجهاد والجماعة الإسلامية وغيرها، واللي كانوا لسنوات مختفيين تحت الأرض بفضل القبضة الأمنية اللي قدرت تطوعهم وتحولهم لكائنات أليفة مرحليا قبل كده، لكن بيرجعوا يظهروا تاني فجأة في الشوارع وفي ميدان التحرير وبكثافة وجرأة وكأن الأرض والشوارع دي أخرجتهم من باطنها بلا مقدمات. دولة إسلامية 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 إسلامية. ومش بس كده، قدرت الجماعات الإسلامية الإرهابية دي في ظل لحظة الضعف اللي عاشتها المؤسسات الأمنية للدولة إنها تسترد نفوذها وتسيطر على خريطة المساجد اللي كانت في السابق بؤر ومراكز لنشاطها وخطبها التكفيري والإرهابي، واللي تحولت إلى مفارغ للتجنيد وللفكر الإرهابي بداية من السبعينات ولغاية التسعينات. وفي إطار كل ده بقى رسخ الإخوان أقدامهم في المشهد بكل قوة وارتكزوا على قوتهم المنظمة في اللحظة دي كفصيل سياسي منظم وحيد يمتلك القدرة على السيطرة
في الشارع، وبدأوا في المساومة في اللحظة دي بإيديهم الموجودة في الميدان من ناحية، وبالإيد التانية اللي بتهدد بالفوضى وزيادة إشعال مصر إذا لم تتحقق لهم مخططاتهم وأهدافهم بالوصول للسلطة بعد 25 يناير. النتيجة ما تتغيرش، لأن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة. الموجة اللي موجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسؤولية. أنا لا أتمنى هذا ولا أريده ولا أوافق عليه. عايزك تاخد بالك من إن لو حصل ويعني جهة ما حاولت إنها تضرب النار في البلد، ده هتبقى مصيبة على البلد وعلينا. هي دي. شكراً. عايزك تاخد بالك. شكراً. بس خد بالك وخليهم مفيش داعي للحاجة. أنا بس أنا أقول حضرتك إنه التصرف اللي موجود، الشعور اللي موجود شعور تلقائي شعب وليس مخطط. لا، في تخطيط. ده كان بيحصل في التوقيت اللي كان بينمو فيه اخطبوط ارهابي تاني لا يقل خطوره، لانه زي ما استغل حسن الصباح وجماعه الحشاشين الباطنيه الصراع على الحكم وضعف مؤسسات الدوله السلجوقيه في استفحال نفوذهم وتسليح نفسهم وتقويه قدراتهم التنظيميه وجذب المزيد من الاتباع، شهدت مصر كمان بعد 25 يناير تصاعد خطر الارهاب ونفوذه في سيناء، واعادت التنظيمات الارهابيه هناك بناء نفسها، وبالدعم والتموين من اطراف خارجيه وداخليه وبمساعده حلفائها من الاخوان قدرت التنظيمات دي توصل للجاهزيه اللي شفناها بعد كده عقب 30 يونيو لإنهاك الدولة المصرية. وشهدت مصر استهداف كتائب ومواقع الجيش في سيناء، وامتدت الهجمات الإرهابية الدموية وعمليات ومحاولات الاغتيال للقيادات الأمنية والعسكرية والقضائية من سيناء إلى القاهرة والمحافظة. عايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق في أكبر ميادين وشوارع أصفهان عشان يكون عبرة. أنا عايز الرعب يملى القلوب. لكن ده ممكن يثير روح الكراهية والانتقام عند العام لينا. بدل ما كنا ضحايا مظلومين هنبقى جبابرة مكروهين. الجبار المكروه شيء جميل يا زيد، شيء بيجرأ الضعفاء ويخليهم يقدروا يحققوا كل نفسهم فيه. وزي ما الناس انضموا لينا بالتعاطف والشفقة في الأول، ينضموا لينا دلوقتي من باب القرب من القوي. آن الأوان إن الطريقة تتغير. وبعد ما كانت الناس بتقوي المؤمن في بيتها تعطف عليه، أنا عايزها تتمنى تبقى زيه وتقاتل معاه. في المشهد ده بقى بيشرح لنا حسن الصباح زعيم أخطر طائفة إرهابية دموية في التاريخ بالظبط استراتيجية إدارة التوحش الإرهابية الدموية المعاصرة اللي وضعها القيادي في تنظيم القاعدة أبو بكر ناجي أو محمد خليل الحكايم، وهي الاستراتيجية اللي خرجت من رحم تنظيم القاعدة وطبقها تنظيم داعش في دولته بعد كده اللي أعلن فيها إقامة الخلافة الإرهابية في 2014. طيب إيه هي بقى استراتيجية إدارة التوحش دي؟ إدارة التوحش هي عبارة عن خارطة طريق دموية وإرهابية للترويع ونشر الفوضى والدم والتخريب، وده في الدول المراد إسقاط الحكم فيها من قبل التنظيمات الإرهابية تمهيدا بعد كده لإقامة دولة الخلافة على أنقاضها. وتقوم استراتيجية إدارة التوحش دي على 3 مراحل. أولا ما يطلق عليها مرحلة شوكة النكاية والإنهاك للدول المستهدفة ومؤسساتها. المرحلة الثانية هي إدارة التوحش بالفعل بالدم والرعب ونشر الفوضى، وإلى أن نصل إلى المرحلة الثالثة بعد السقوط التام للدول دي ولمؤسساتها وأنظمة الحكم فيها، وهي مرحلة شوكة التمكين بالسيطرة الكاملة على الدولة لإقامة الخلافة. قلعة ألموت مش هتحارب تاني. أنت عارف يا زيد أخطر حاجة ممكن تعملها قلعة ألموت؟ مش إنها تنتصر على جيش كبير، لكنها تهد الدول الكبيرة. تخيل مؤمن واحد من قلعة ألموت بخنجر وإيمان كفيل إنه يهد دولة راسخة بقالها سنين عندها جيش ومال. شيء رهيب وممتع ويغير شكل العالم كله. مش لازم تقاتل دولة عشان تنتصر عليها، لكن تقطع راسها. مولانا عايز يقتل السلطان. مش ضروري يكون سلطان الدولة هو راسها، الرأس ممكن يكون مفكر أو عالم أو وزير.
شفنا استراتيجية إدارة التوحش دي في مرحلة النكاية والإنهاك، وهي بيتم تطبيقها بسيناريوهات الإرهاب الإخواني في الشوارع في القاهرة والمحافظات وعمليات الاغتيالات بعد 30 يونيو، وشفناه هو بحذافيره وهو بيهدد الأمن القومي والدولة المصرية في سيناء وبيسقط الشهداء والأبطال من المؤسسة العسكرية المصرية. لكن كمان شفنا منهج حسن الصباح في تصدير الرعب يتجسد طبق الأصل في الطفرة الكبرى اللي استحدثها تنظيم داعش في استراتيجيات الدعاية الإرهابية. وفي عصر الصورة السينمائية والإبهار الكامل والإنترنت والسوشيال ميديا وبإلهام كامل من حسن الصباح الباطني زعيم الحشاشين وسيرا على خطاه، اعتمد تنظيم داعش دونا عن سابقيه من التنظيمات الإرهابية اللي قبل كده على استراتيجية جديدة هي صناعة الخوف والتوحش وتصدير الرعب والفزع كجزء أساسي من الدعاية الإرهابية. واعتمد التنظيم في ذلك على أعلى درجات من التكنولوجيا وفنون التصوير والجرافيك والمؤثرات بصرية وصوتية، وأصبحت فيديوهات الذبح والحرق وقطع الرؤوس وحمامات الدم سلاح إرهابي داعشي جديد. وأصبح يسبق بالدعاية هجمات التنظيم وعملياته الإرهابية الدموية من المنطقة إلى الدول الأوروبية. ومش بس كده، بل إن منهج حسن الصباح الداعشي المرة دي في تصدير الرعب لم يتم تطبيقه ومحاكاته هنا فقط كمنهج لداعش واستراتيجيته في الحرب النفسية والإعلامية ضد خصومه، ولكن كمان باعتباره وسيلته الإرهابية الناجحة أيضا في تجنيد المزيد من العناصر الإرهابية من العرب والأوروبيين الباحثين عن وهم دولة الخلافة القوية. ومش بس كمان كده، بل وأصبحت الوسيلة الدعائية الدموية دي في التجنيد سلاح بعد كده للمنافسة بين داعش وبين تنظيم القاعدة الإرهابي. وفي إطار ده بقى ظهر شعار إرهابي دعائي وقتها كان بيقول إذا كنت شابا فاذهب إلى داعش. من الآخر كده وفي النهاية يظل حسن الصباح زعيم الحشاشين بتأثيره الممتد من القرن الحداشر وحتى اللحظة اللي احنا فيها دي هو الملهم الإرهابي الأكبر والدموي الأخطر لأحفاده من التنظيمات الإرهابية الحالية، ويظل كل ما شاهدناه من رعب وتوحش ودم واستراتيجيات حركية ودعائية وإرهابية هو في النهاية مش أكتر من مجرد تطبيق لمدرسة الصباح الإرهابية الكبرى اللي بتسير على خطاها كافة جماعات الإرهاب المعاصرة زي ما احنا شايفين كده، وزي ما هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية في قراءة وتحليل ما ورد في أحداث مسلسل الحشاشين.